فيديو جديد، حتى انا ما عارفش علاش نتفرج. جيت للصوت بغيت نشوف شي حاجه اللي يكون فيها شي حاجه للباك، حتى دابا زعما احسن كونتنت اللي يمكن اللي يديروا يجيبوا عاوتاني مثلا بحال هادو هذا ولا هادو، زعما الكونتنت اللي كيحطوه مثلا جوج بيرسبكتيفز بنادم كيفاش الافكار ديالو ويحطهم مع بعضياتهم وكل واحد يقول الفكره ديالو. دير مثلا يجبدوا البلان ديال الباك، بلان ديال العيد، ما بانش. ما دابا هذا اخر واحد هذا شفتو بان ليا غير بريكول، ما قالوش فيها شي حاجه نيت. هاد الدراري هادو ظريفين كيوت، جوج خوت الله يسهل عليهم، ولكن شنو استفدنا؟ انا شنو استفدت في هاد الفيديو ده؟ المهم بلان ديال الباك غادي ندوي على الباك بطبيعه الحال. ما تنساش لايك اند سبسكرايب سبسكرايب وكاين تويتش في الديسكريبسيون، فولويني تما كنستريم الجمعه السبت الحد. كيبان لي الباك كيما نفس الهضره اللي قلت عليه العام اللي فات راه نفسه كينطابق، ولكن غير دابا كاين واحد شويه ديال المقادير ديال مثلا ديك اللي مشات نقزات وطاحت وكذا. علاش؟ حيت انه نقلوها حيت لقاوها كتغش وكذا. وصراحه البلان هنا كنظن باللي راه كاين واحد البريشر اللي كنا ديما كنقولوه، من ناحيه السوسايتي، من ناحيه ديال التيفي، الميديا، الراديو، فيما الدور تلقى سميتو، عندك عاوتاني سوسايتي، عندك البارنت حتى هما، وزيد وزيد وزيد. شفت واحد البلان ديال واحد كيقول لك هذيك الاستاذه هي اللي ريسبونسبل علاش انه سميتو تخرج هذيك. انا كيجيني هذا ماشي ارجيومنت ولا شي حاجه اللي يمكن لك كاع تقول، حيت انه انت مثلا ساليتي تكون ساليتي بلا ما تغش بلا والو، غيستي داك الشيء خدمتي هو هذاك غادي تخرج. ما كاينش شي قانون اللي كيحبسك باللي انه ما خصكش تخرج، ومثلا الا غشيتي كيحشتي يضربوا لك التقرير وكتخرج، يعني سقطتي ولا نجحتي ولا زعما غشيتي هي سقطتي راه غادي تخرج. القانون هو هذا. ولينا نفترض كاع سيدي حنا شدوها كاع بقات كاع تما غشات وتشدات، وغادي يبقاو يجلسوهم هذوك اللي مثلا داروا هذيك الحاله يخليوهم. واش كتظن بلي داك الشخص اللي كيفكر بديك الحاجه واش السبب هو انه تحبسه، ماشي انه تدوي في هذا البلان وتشوفوا انه المشكل منين جاي، علاش اصلا طرا هذا الشيء؟ واصلا زعما الا هي كاع خلات حتى كاع توصل الوقيته ديال فاش كيسال الوقت ديال الامتحان، نقولوا ساعتين سالات، يسحق واش ما غاديش يكون عندها نفس الفكره ديال انه دير نفس الحاجه؟ كنظن بلي انه الاشكال كاين من سوسايتي ومن البارنتس ومن كل شيء. اصلا دوك البارنتس راه من سوسايتي عارف بوت. And I had no money and I was broke. Both? Yeah. يعني كاين بزاف ديال الحاجات خصهم يتبدلوا، وماشي غير في هذا الشيء ديال السوسايتي وكذا، حتى من الناحيه ديال كيفاش مازال هذا الباك داير وكذا. غندير داك الشيء اللي بدينا عليهم، غادي نبلاش مر ورقه غتعمر ان شاء الله. الا ما جاش القلم غادي القادر انا هو الميكانيك فرونس. الله يخليك، انا كنت فرونسي فهمتي، كتبت عليك 3 ايام مخرج واحد خلاه 3 ايام مخرج تيجي نفكر فهمتي نفكر الطاوله الاولى ونا مع بين جي شاف الله يشافي فورا. واه البلان ديال الطاوله الاولى اكفس حاجه اكفس، بس واخا تكون حافظ صوريك راه شي حاجه. البلان اللي بغيت ندوي عليه هي ديال انه مثلا في المغرب البلانات ديال الباك صراحه من ناحيه ديال المقررات والشيء ديما كان حنا فاش كيجيو يدويو على التعليم كيداير في المغرب ديما كي سبحان الله في اي حاجه في المغرب فاش كيدويو على شي حاجه تيقول لك وايت ويل تيك تايم واسي، الا كانت غادي تاخذ واحد الوقت كبير باش تقد واحد الحاجه بدا دابا ويلا غادي تجيب ديك الوقت. وهما لا، غادي تاخذ بزاف ديال الوقت وصافي، عاوتاني كحز هذيك 10 سنين مثلا ديال بزاف ديال الوقت اللي غادي تقد فيها الامور كنت استغلات كنت تقدت فيها الامور. مثلا انا تندوي فحنا مثلا البلان ديال اللغه لونغلي ديال انه ندخلوها للدراري الصغار، ولا مثلا تولي امبورطنت على مثلا الفرونسي باش تبدل، عرفناها كتاخذ واحد الوقت كبير. علاش غادي تسين من ديك الوقيته؟ واحد شحال وانا كنسمع هذا البلان هذا غادي ياخذ واحد الوقت كبير واحد الوقت كبير حتى لدابا عاد دخلات. وايماجن من ديك الوقيته فين تيقول واحد الوقت كبير كنت فهم انه غادي دير ما عرفتش شنو دراسات ولا كيفاش تشوف القضيه كيفاش تدخلها ولا مثلا داك الشيء المنهجيه وما الى ذلك من الكلمات اللغات الخشب بحال هكا. كون مثلا من ديك الوقيته غادي تدوزها مثلا في شحال ديال الوقت؟ راه دابا غير فهاد الاواخر راه حتى ترى داك البلان بين تنظن ديال بين فرنسا وكذا، ولات القضيه في الانجليش ولات عندها واحد الاولويه دغيا. دابا دخلوها قال لك غيدخل تقرا للدراري الصغار من الابتدائي كنظن في البوبليك هادشي. يعني علاش ما تكونش بحال هاد البلان هذا في ديك الشحال هادي؟ دابا غتكون ساليتي عليك واحد تمار ونفس البلان على مثلا بزاف ديال الدروس في الباك، ومثلا هاد الحيحه اللي كتنوض على هاد الشيء كامل دابا على ود الباك مجموع مثلا على المدرسه كتلقاه كيفاش مكجكجه بالامهات وكذا لايك داك السيبور وكذا. وعاد تزيد راه واخا بنادم مثلا واخا كيكون سيبور ولكن كيكون واحد السيبور اللي ماشي ديما كيجيك وكتولي تقول هاد الشيء راه فهمتي شي حاجه في شكال ديال انه ما خصنيش نزابي ولا ندير شي حاجه ولا شي سميتو، كيولي واحد البريشر كثر. راه نفس الفكره كيكون عاوتاني من البلان ديال التيفي الراديو، حيت انه مثلا واحد الحاجه اللي كتكون كي التيفي كي الاخبار وكذا وكيدوزوك مثلا هذا الشيء اللي تتريليتي لك انت راه صافي كتقول لي تقول ناري هذا الشيء راه رقم واحد دابا في سميتو في الوطن هي هذه الحاجه هذه. وبالسيف ما يكون عند بنادم واحد البريشر
لا انا ناجح ان شاء الله، انا عارف راسي ناجح دابا، انا جاي غير نتمركن عليهم وصافي، انا ناجح 100%. اه بالله الله يحفظك والديك، بقرات ماشي ولد والله شنخرج، والله شغنجاوبك على كل شيء. الحمد لله ولا لا فين قماش دوزت بنتي هنايا؟ فين قماش دابا اكثر من 10 سنين ونجحات ونجحات، شوف كل شيء وليدات. واش دابا كاين شي فرق بين مثلا من 2012 فين هي دابا دوزات بنتها لدابا؟ كنظن بلا يكون واحد الفرق كبير، مثلا الدخله ديال شحال ديال بنادم دابا بحال هكا. مثلا ما تندويش انا على اللي داخلين يقراو، تندوي على البارنتس بعض المرات. اي اندرستاند سيبور، ولكن راه واخا بعض الحاجات تكون حاجه زوينه بوزيتيف، ولكن راه كترجع لك بالعكس ديال انه كتمشي فواحد الحاجه اللي نورمال، ماشي شي حاجه اللي كتشوفها ديما 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 حتى تجي لديك الوقيته. ولا لا، ولا غير انا كنفكر هكا، انا قد نكون غلط، ولكن انا بطبيعه الحال ما غاديش نكون حاجه الهضره خرجت من فمي. اوكي انا اللي عندي الصح. بلا نخر ديال انه مثلا بزاف ديك داكشي ديال المقررات، بزاف ديال نفس الفكره ديال ديك لونغلي كيفاش دخلت، نفس البلان ديال هكا. مثلا انت عندك الانترست ديالك في مثلا هاد المواد، ولا مثلا في الفيلد بحال هكا، غادي يكون الحاجه قل مثلا، ماشي يكون عندك هادشي كامل اللي ما تحتاجوش انت في هاد الفيلد اللي انت تابع. وطبيعة الحال غادي دابا الاشكال اصلا في هادشي، انا دابا عاد فكرت في هاد الفكره هادي، سبحان الله انا مفكر تنفكر تي امبروفايزي ليكم. مثلا شنو هي احسن ديال انه مثلا واحد الشخص اللي غادي نعطيه مثلا الحاجات اللي غادي يفيدوه كتيستي فيه في دوك الحاجات اللي بغى يدير. مثلا بغى يكون مثلا لنفترض انه بغى يولي طبيب، ما نعرف حنا مثلا هادشي ديال الطب ما غاديش ندخلوا فيه، ولكن غادي يقرا مثلا اس في تي وداك داكشي ديال العلوم ياك. علاش مثلا نعطيه انا شي حاجات ديال مثلا الاداب؟ ودابا هاد الشخص هذا هو ما عندوش واحد ما عزيزش عليه داكشي، ولا ماشي شي حاجه اللي كيفهم فيه بزاف، وشنو غادي يدير باش انه يدوزو؟ يقدر يبغي يغش. شكون اللي احسن نعطيه مثلا هاد الشخص يدوز في ديك الحاجه وغادي يدوز مزيان ياك في داك الفيلد ديالو، وغادي يدوز مزيان وغادي يدوز، ولا داك نفس الشخص نعطيه مواد اخرين اللي غادي يبغي ينقل فيهم؟ كنظن انه هذا الا عطينا هذا البلان هذا، كنظن انه هذا تيولي عندنا اشكال، حيت انه كيعطي واحد المبرر اللي هو نوعا ما عنده الحق ديال انه هو ما محتاجش داك الشيء، علاش غادي يحتاجه ينقل فيه وغادي يدوز المره النيكست ستيب مثلا؟ ايماجين ها هو نقل هذه المره، ولكن هو صافي دخل هذه الفكره ديال انه بعض المرات انا شي حاجه اللي مثلا ما عنديش معاها، ولا ما كنفهمش ليها، ولا جاتني صعيبه نقل فيها، عطى المبرر ولا اوكي مع ذاته تيقول هاني بحال الا ما درت والو. ودابا في النيكست ستيب ديال انه يقد يكون حاجه في الدومين ديالو وفي الفيلد ديالو، مثلا في كليه الطب ولا ما نعرف، وغادي يلقى نفس المبرر اللي كان داير في ديك البلان ديال اللي غادي نقدو نتفهموا انه واحد الحاجه اللي ماشي انتريستد ان، اللي غادي يستعملها عاوتاني هنا باش انه يدوز واحد الحاجه اللي تدير لك مشكل من دابا لقدام، ديال انه واحد اللي غادي يولي طبيب واللي مثلا كان غش ولا نقل في شي حاجه اللي تقدر دير مشكل لشي شخص في ذاته ولا شي حاجه. شبان لكم في هذه الفكره؟ I'm cooking ياك I'm cooking ولكن بلا ملحة maybe شبان لكم في هذه الفكرة؟ عاود تاني نقد نكون هاكا نخبر، ولكن تنظن باللي بنادم يكون اختار على الهضرة وزيد وزيد نكمل الفيديو ياك. كنظن بلي هذا مشكلة صراحة، بلا ما نوصلوا لهذا المثال اللي عطيت في الاخر حيت قد يكون هاكا نخبر، ولكن الفكرة هو انه تقلل من الحاجات اللي زعما يحتاجهمش بنادم داك الفيلد اللي بغا يدير. حتى ولا انت الا كنتو كتقراو في الغربه وكنتو يلاه ديتو الباك ديالكم دابا احسن برا عايد في ايباد لا ماشي كاينش والله شي واحد كنزيا فاش عارف واش دابا هز في اي بي بصح من نيتو في يده. كنظن بلي كاين واحد المشكل صراحه ديال دابا انت صاحبي سيلف سنيتش انا صاحبي، وايماجين دابا راه يدوزوا على هاد الفيديوهات وغادي يتشد بنا، واخا انت قاعد نجحتي مرفوض في اي بي، ايفن دو طاحت لك ولا كاع سيدي ما صدقاتش لك فهمتي، ولا غير انت غير كضحك هكا تقدي يمشي لك يكون عندك اشكال بحال هكا، ولا في بلانات ديال انه ما نعرف كاع من بعد ديال شي باغي يدخل شي دومين ويجبدوا ليه هاد الدوسي هذا هو نوز كلشي ممكن. اه فرحوا بحاجه اخرى ماشي ضروري، واخا بلا ما تقول لي باللي المغرب ولا صعيب انه تجبد الدوسي ديال واحد من كذا، راه دابا اي اي من دابا لقدام مشيتي فيها الوجهه كيتجبد يتجبد المدرسه اقسم بالله ويلا اسمح لي والله شي هي ديك العيب حنا اصلا ديك الباك راه عطيه ولدي فرحوا به ونقطعوا فهمتيني، ودابا من الحي ديال في اي بي اقسم بالله غنراس يلا اللي ما دارش اي شي حل عاد دابا عاوتاني سيلف سناتش دابا واخا ما غاديش يدير داكشي شنو غادي دير؟ ما يوقفوا عليك يقدروا يوقفوا عليك. هاد الفيديو هذا راه ما غاديش ندوي في بزاف ديال الحاجات ديال هاد البلانات ديال البارنتس والدراري، وبلان ديال انه كيفاش انت ما جاتش في دماغك انه داك الباك وكذا، دويت فيه ديال العام اللي فات ديال انه بنادم يكون شويه فهمتي يكون شويه بالانس دو دايفيرس من ناحيه ديال شنو نايم، قد يكون عندك مثلا شي حاجه في يدك سكيل تقدر تدير حاجه اخرى، حيت انا فاش كندوي دابا على الباك راه كما كنت اصلا تنقول ديال هاد الهايلاله كامله على شي حاجه اللي بحال الا قول غادي دير هاد الهايلاله على صحاب السادس واتس ذا بوينت، اموراها كدير مثلا شي قرايه شنو ليسونس ماستر
بي اتش دي حيت دابا ولا الاكثريه راه ماشي شي حاجه اللي ولات قليله ولا يونيك انه تجيب الباك ولا شي حاجه، راه دابا مع الاكثريه ديال الناس بزاف ولاو كاملين كيجريو وتيديروا نفس الحاجه ديال انه تيكون عندهم دوك الشواهد اللي تيوليو عند بزاف ديال الناس، وكل واحد ولا دابا كيبغي يفوت الاخر، ماشي تيفوت الاخر حيت انه خاصني نبان انا كنفوت الاخر، ولكن حيت الميدان الارض ديال داكشي ديال الخدمه وكذا. هاد الفكره ديال انه نايض على هاد البلان ديال الباك وكذا ات ميكس نو سنس، حيت انه يلاه بحال قول البديه ولا ماشي كاع البديه ديال التمار هادي، وحتى البلان ديال انه هادو اللي مثلا تيتحط عليهم البريشر وديرنا دوينا غير حيت باغيين يديروها، ولكن موصلي حيت غادي يسمعوا الهضره وبلا بلا 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 بلا. التليفون طافي في الشكاره ياك، طافي وحطو في الشكاره بعيد عليك الشكاره، مشيت عندك الكوا طافي في الشكاره خرج حالات وحق الله واش حمد رجلك دابا سولو علاش هادشي مش حشومه عليهم التليفون حرام ولا ما عرفتش ما فهمتش انا هادشي طافي في الشكاره خرج حالات دابا شربك حاجه دابا تشاج ما عندك مدي شنو دير بزنس ما عندك مدي عمرك شحال عندي 20 عام فهمتيني بحال جبل كحله دابا صافي كحله ماش غدير اخو ما عندك مدي والتليفون انت عندك تعدي وتحفظ هذا فيزيك باين قف لونس ميشال لونس صوت عندك مجهول الاسنان داوي معاك الله تعمل فيزيك هذا لونس صوت فينا وتشكل الباك فيلم شنو يكون العنوان ديالو ها ديال الوا هذا دابا مازال 5 جي غير باش يضحك على صحابو الباك الباك اللي كان فيلم شنو يكون العنوان ديالو باك كان فيلم صافي تنظن هذا حدو هذا ياك نفسهم تيتعاودوا نفس الهضره نفس الكاسيطه كل عام شنو خاصو تكون هي انه يتشاف في الناحيه ديال المنهجيه ولا شنو تيقولوا لها داك ما الباك داك الدروس ودوك المواد بزاف شنو تيتسموا واحد السميه اللي يديروها نتوما ديال انهم يتشاف ديك الجهه ويتقاد البلان تنظن اي جيس هذا ما كان عندك لايك سبسكرايب الا بغيتي غنلقى حتى واحد اللينك ديال تويتش في ديسكريبسيون الا بغيتي تجويني دراري تخليو حتى شي حاجه تستريسي صاحبي ماشي اوبليجي باك ماشي اوبليجي انك تفرح والديك حتى والديك الله ينعس السم البوم راه حتى هما تبقوكم مقرا حميه كانوا قارين كقرا هما كان يجيبو حتى كاع نادم يكون واقعي حتى واش تعيش حياه ديال الناس اخرين خلي واحد الشيخ في جدك واسع لي وليدي اي وليدي مستشار تم تيق المخرى تيم تي ام وقرايه بنتي تولي دكتوره ما عندك ما دير بشي زوج وما بنات بحب كتلقى دوك الشرفات هما اللي خرجوا على البنات اليوم كتلقى بالطحبه والده 6-8 هي بالطحبه راه رديت اخوة والده 6-8 كيصرفوا عليها وكتجي بحالك انت باقا دريه صغيره تربشك تماك خرج مستشار تخرج القليوي